مرحبا بكم من جديد. انتم اللي كتمنى فيما كنتم معكم يونس ناني ومازال مكملين معكم جينيراسيون 2000 حتى الخمسة ديال العشيه. مرحبا بكاع الناس اللي يلاه التحقوا بينا دابا. الوغ شنو نقول لكم؟ الوغ كما قلت لكم الجزء الثاني غادي يكون ماشي بحال الجزء الاول، لانه علاش معنا واحد ضيف، واحد العايل اللي وار 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 واللي جانا من المدينه ديال طنجه. لا فيتالي معنا اليوم انس عطو. سي انس السلام عليكم. لاباس عليك؟ الحمد لله. اخيرا شديتي العفريت. اخيرا شديناك. هادشي هادشي كيفرح. انا فرحان بزاف اليوم حيت معك ناني ومع شادا اف ام. هادشي كيفرح صافي فريمون بليزير. وشكرا لك بعدا حيت جينا من المدينه ديال طنجه. حشومة الخير. يعني مرحبا. نجي لعندك فيما كنت يا اخي. الله يا خويا. لا لا غير هو كنشوف غير داكشي اللي كدير مع صحابك اخويا. بلا ما تجي عندي. بلا ما تجي عندي خلينا. اي مجنوبه. اي مجنوبه. لا مخاونه وياك صحاب ونبقاو ترونكيل حيت انا عارفك انت تبارك الله يعني عليك واخا كتبان ظريف ولكن داكشي اللي كدير في لي زامي ديالك ما يمكنش. شويه. داكشي اه؟ على حساب. عادي. اللي ما كنبارطاجيش. بلا ما نوريك اكثر من اللي كتبارطاج. اكثر من اللي كيتبارطاج. يا سلام. ولكن يا مرحبا بك. شكرا. والناس كاملين اللي كيسمعوا دابا فانس عطو تبارك الله عليه واحد لو جون انفلونسور. بغيت نعرف انايا غير امتى بنتي؟ امتى بنتي؟ امتى ولاو كيعرفوك الناس؟ انا واحد لقيته ما كناش نعرفوك حتى داكشي جاب داكشي جاب واحد الطريقه اللي كبيره بزاف. تكلمينا يعني على البدايه ديالك كيفاش حتى انك بغيتي تدخل يعني مثلا دير فيديوهات وبداو الناس يتعرفوا عليك. شوف هو عادة انا كنت واحد الانسان عادي كان بارطاجي اليوميات ديالي في الميديا عادي، كان بارطاجي التصاور ديالي لي بوز عادي زعما باش انستغرام عادي. جا كوفيد وقفنا على الخدمه، بدا ديك الموجه اللي عقلت عليها ديال لي لايف ولي فيديو كذا. بديت كنبوستي كنعمل كنبوستي ديك الشيء كنعمل لي لايف يعني غير من الكونفينمون. فمن تما بديت من الكونفينمون تلونسيت شويه. داكو ابخي يعني قلتي بداو لي فولورز كيتزادوا الحمد لله. وليتي كتقول شنو هادشي؟ لا علاش وليتي كتقول نكملوه بدينا نكملوه. وليتي سي فري شحال من واحد اللي ما كنشوفوا انه الناس مثلا لي انفلونسور اللي كاينين وايضا لي كوميديان ففي لا بيريود ديال الكونفينمون فهم يعني عاوناتهم بزاف لانهم واحد الوقيته كما تنقولوا بداو كيعرفوا راسهم وبداو تيقولوا انهم عندهم واحد الكونتوني اللي كيدير. ما كتشوفش مع انس انك يعني تعطلتي واحد شويه قبل ما تبدا هادشي هذا؟ لا ما كنظنش، كنظن النتيجه في وقته الحمد لله. قرب غير شويه عندي انس. قلت لك النتيجه في وقته الحمد لله. حيت كنظن ان هادشي جا في الساعه ديالو. ما يمكن تعطلت بالحق ما عرفتش صراحه اش كيبان لك. زيد كلشي كيجي بوقته فهمتي، كلشي مقدر ما شاء الله قدر الله وما شاء فعل. الحمد لله كما تنقول الحمد لله. ولكن يعني اليوم انت يعني الناس ملي كنشوف انا لي ستوري ديالك وكنشوف حتى الفيديو اللي كدير فكيبان لي انه يعني فحال الحياه العاديه فحال كيف ما كدير في لي بوست ما كتخبي والو. كيف ما عايش انت كتبوست داكشي بالضبط؟ ما كاين لا زواق لا والو. بالضبط بالضبط. انا لا كنبارطاجي لا سبونتانيتي ديالي، كنبارطاجي اليوميات ديالي، حياتي كيف ما انا. حماق ماشي حماق، صبحت مريقل ماشي مريقل، صبحت كاعي غنبارطاجي اي حاجه كيف ما كانت. صافي بعض المرات يعني كتكون معصب والناس هما كيتعصبوا معاك. كيتعصبوا معاك هما جالسين يتعصبوا شويه. لا حشوم ما عادي صافي، غنبقاو دائما نشرحوا لهم حنا مزيانين فرحانين وحيت شويه يتعصبوا هو صافي. انا كيما تقولوا علاش كيتعصبوا؟ حيت كيتعاطفوا معاك وحيت كيبغيوك. واليوم الحمد لله فعندك واحد القاعده جماهيريه اللي كيما تنقولوا بدات كتكبر. ف 190,000 جو بونس ديال لي زابوني يلا كتولات 190,000 عاد ولات عاد كملت الحمد لله. علينا نكمل. بغينا نديروا واحد التشالنج. دوك 190,000 ما كرهناش من هنا مثلا نديروا واحد التشالنج من هنا. بغينا الناس كاع اللي كيسمعونا كاملين نكملوا واحد 200 اون اسبير. الله مرحبا. كل الفولورز لا نكملوا واحد 200 مرحبا. نشوفوا نكملوا واحد 200. عمل معايا تشالنج. عمل معايا تشالنج. انا جا مزيجينك بزاف ديال التشالنج وضيا غادي نتكلموا في بزاف ديال الحوايج باسكو انت اللي ما كيعرفوش بزاف ديال الناس انه يعني قبل عاوتاني كما تنقولوا في البدايات ديالك فدرتي شويه ديال التمثيل. عملت شي شويه ديال المودلينغ. ديال المودلينغ. المودلينغ على حسب الخدمه ديالي ماشي التمثيل. عملت المودلينغ. لا مثلتي في واحد الكليب ديال موتشي. اي طبعا. موسي الصديق ديالي الرائع. دابا كتقول لي موتشي ولا موسي؟ انا بغيت موسي. هذاك موسي. لا حيت تقول لي موتشي. لا ماشي موتشي. موتشي موسي 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 سيمو موسي 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 موس ديالي موسي هذاك. لا الكليب اللي كان زوين صراحه والكليب اللي كنت انت فيه هو البطل ديال هاد اكزاكتومون. دايوغ جو بونس تلاقيت مع موسي واحد دو جور دابا وكان قال لي واحد الحاجه عليك اللي واعره. قال لي انه يعني في الكليب ديالو ما كيبغيش انه يعني مثلا يبين شي واحد اللي يكون يعني معروف بزاف ولكن خصو يكون يعني الكاركتير ديالو يكون حماق شويه يعني الناس كيعرفوه بالحماق ديالو
ومن تما كيقدر انه يخدم معاه. فكيفاش كان الكونتاكت معاه؟ لانه تبارك الله اليوم انت عندك مجموعه ديال ليزارتيست كاملين صحابك جو بونس الحمد لله ديال طنجه والناس ديال تطوان وجات الشمال كاملين كاين بزاف ديال صحابي اكزاكتومون. موسي من الناس اللي خدمت معاهم انا فخور حيت خدمت معاه طبعا. واحد الانسان غير انه صديق ديالي بروفيسيونيل في الخدمه بونكتويال زعما الصراحه ما كن ما عندي ما نعيب فيه. كان الكونتاكت هو انني انا كنخدم مع ليزارتيست بزاف الديكوراسيون ديال الكليب الكليب ديالهم كنخدم يا اما سيت مانجمنت يا اما ليكليراج ديالهم كنخدم لهم ليكليراج في كليب كنوجد لهم الديكور وكذا. وكانت البروبوزيسيون ديال موسي قال لي بلي حيت حنا ملي كنكونوا صحاب كنعمل معاه الدراري كنضحكوا قال لي كانت البروبوزيسيون ديالو ليدي ديالو انني نكون معاه في الكليب الحمد لله. وكنتي تول الكليب كنتي تول الكليب تبارك الله انت هو البطل ديال الكليب وغادي ودير فيها كاعي ومقلق الشعيور هيدا لي خويا فهمتي طلقتي علينا زينك في مره تلحلحت طبي شنو هي تلحلحت طبي ما فهمتهاش واش تي صعيب شرح لك لا خويا خويا طريقة صفي هيدا انت واش انت يعني في الطبيعه ديالك انت انسان حشومي بعد مرايا كنت حشم ما كنفهمش علاش والله دابا قبيلتي شفت راسي جلست وسكت ما فهمتش ما دويتيش كتشكر فيا ما فهمتش يعني مثلا شي واحد كيتلاقى معك في الزنقه ولا كيتلاقى بيان سور دابا الحمد لله الناس تعرفوك الحمد لله كنتحس فكيفاش كيفاش كت يعني مثلا كيتلاقى معك شي واحد يقول انا خويا انستغرام ديال الفيديوهات شنو كتقول هادشي كان كيجيني شي حاجه غريبه صح انا كنت عمري كنقول انني غنوصل لهادشي الحمد لله خصوصا في المدينه ديالي طنجة ولا في تطوان ولا في الحسيمه بعد ما في كازا الحمد لله كيوقفوني الناس كيسلموا عليا وبصح كن كنا ماشي غير طنجة ولكن الحمد لله يعني في بزاف ديال لي فيل في المغرب وهادشي يعني هادشي كيخلينا الحمد لله تيقول لك اه انا ماشي انا ماشي غير شويه بشويه اي بشويه انا ماشي اليوم لي ستوري ديالك يعني كل نهار كتبقى تفكر بعض المرات انه كتقول يعني ستوري كياخذ لك واحد لي فوق واحد شويه يعني تفاخ ما كتقولش انه شي نهار ما عندي ما نقول لي فان ما عندي ما ندير شنو غادي ندير اليوم وحيت انا ما صبرتش هادشي اسيدي راني بديك الطريقه ديال انني كنبارطاجي الحاجه مزوقه ولا معوطه انا كنبارطاجي نهاري الحاجه كنبغيها كنوض في الصباح اي احساس كنحسو كنصورو بالطريقه ديالي هذاك انا اللي كتفرجوا في الستوري فكانتي كيف ما كانت كنبارطاجيها ما كنبقاش نكبر الموضوع باش نتزيار ولا نتحط في سيتياسيون خايبه داكو لانه بعض المرات كيف ما تنقولوا ملي كتدخلوا الناس يعني لي فان تكون متبعينك يعني توليو عارفين الديتاي اكثر يعني مثلا نقدر نقول لك انه كاين لي فان اللي عارفين الصالون ديال داركم كيفاش داير يعني عارفين كيف ما تقول هذاك الصالون كيعيطوا له الصالون جميله علاش جميله هي ماما بعدا الا ما سلمتي عليها تقدر تخرجني في شي دراما سلم على دابا ماما الحبيبه سلام ماما ماما انا كنسلم عليك با كيف تينا با انا كنسلم عليك عندك تنسى انا سلمت عليكم شوف اهم حاجه هي الوالدين وما غاديش نقول لك سلم على صحابك عرفتي علاش حيت سلمتي على صحابك ما غاتساليش ما غاتسالاش غادي تبقاو انا تلسد العشيه وما غاديش نكون كبيرو غادي نسى حتى هذه شي مع العماري مريم بزاف الناس ضروري شكون ذكرتي غير البنات اخويا انس انا كنعرف البنات كيفاش القضيه هذه زعما هذه كيف زعما قلت لي داك صحابك داك عليا شيماء سلمى صوفيا سلمى سلام الله شيماء الحبيبه مسكينه بزاف شكون والله شيماء هي اللي خدامه معايا غادي تقلقوا عليك وهنا هنا اه سلام هنا سلام انا وعليكم السلام شفتيناك انا هنا المريني اهلا وسهلا ومرحبا ها اللي قلنا اهلا اهلا اهلا, أهلا. أهلا مريني صارت هي راهي انفلونسر عندنا في الشمال حتى هي والله مرحبا بهنا عاد كنت تفرج شي فيديو ديال انا مأكد اكيد اكيد هنا تبارك الله علينا انفلونسرز ديال طنجة هنا كيفاش كيجيك انس شوف انا بغيت نعيط باش نقول كلمه حق في انس انا من الناس اللي بارطاجوا الفيديوهات ديالي شكرا بزاف انس فانا عيطت باش نقول لك شكرا بزاف لايف وكنتمنى لك التوفيق انس كيجيني واحد الانسان اللي كيخدم على راسه شحال هذه وان شاء الله غيوصل باذن الله ان شاء الله ونتمنى له التوفيق ونتمنى له التوفيق شكرا بزاف شكرا بزاف انا والله ما عنديش شك تينا واعره بزاف تينا عارفه يعني بلا ما نشرح لك والله شكرا بزاف كنتمنى التوفيق شكرا لك هنا على لابيل ديالك وكنتمنى ان شاء الله حتى انت مسيره موفقه صافي فريمون بليزير ان اليوم كنشوفو يعني تبارك الله كاين مجموعه ديال انفلونسور اللي بعضياتهم يعني كيتساعدوا ما كاينش داك لا انت خصك تكون احسن مني ولا درتي لي فيو اكثر مني ولا هذا هاد القضيه ما كايناش شوف مزيان بزاف يتشارك الواحد 100 فيو مع 100 فيو تقدر تعطي 200 فيو يزيد كنزيدو نوسعوا داك الشيء فهمتي ارقام كيديرونجيك شويه انت لا مثلا الا ما كانش درتي شي بوست وما كانش فيه بزاف ديال الاجام نهائيا عمري زعما الصراحه تحطيت في هذا لوكا ما كتقلقش مره ولا شي فيديو ما مشاش مزيان لا ما كيهمش انا كنملوح الحاجه حيت كتعجبني كنبارطاجي شي حاجه حيت انا باغيها ما يهمنيش شي واحد وصل ولا ما وصلش انا بارطاجيته حاجه وحده كنبقى نفكر نص ساعه وانا ديما الساعه ما كنحترمهاش علاش ديما كنكون نحط بوست 9 كنحطو حتى 1:30 كننسى
ما كيقولوا لنا هذوك لي ميساج تقول لك فين هو البوست. الا جيت قلت لهم 9:30 9:45 صافي يعني بعد المره تقدر تنزل ماشي مشكل ربع ساعه يا عمري يا عمري. يلا عرفتي اكيد لي زارتيست اللي كتعرفهم بزاف اللي قرابين لك شكون هما مثلا؟ ذكرنا موسي موسي من الناس اللي كنعمر معاهم كنخاف ننسى شي واحد يا ربي اللي تعشمني ماشي مشكل سير سير توكل على الله. كنكون مع ايوب افريكانو بزاف حتى هو صديق ديالي عادل اصيل كنكون مع شكون اخر فكرني وين بزاف الناس كنت الحمد لله اللي كيكونوا معايا زعما كنكون مع صابر الشايب صابر الشايب شنو ستوري ديالك البارح معاه صابر الشايب صاحبي راه يفضل وشفتي لا درا صابر الشايب اللي ما تفرجش ستوري الدباره خصو يمشي يتفرج بالصراحه شو شو مالك درتي ليا صاحبي حرج الشايب حصلته صافي اش حصلت شي من مساج عند فيليبينيه وفين كاين المشكل ولا كاين مشكل اديني معاه اديني معاه خصك تكون معاه حاضر ما كثيرش ما حصلوش لا لا انت داخل على غفله دخلت هيدا كنت جالس كنجيب راسي صافي كانت ملو فيليبينيا ماساج ودابا يلا ودابا غير ماساج غادي شهر لا كتملو ماساج الشعار وديك الشيء والعنقو كيتطلق هيدا عرفتي وفرح مشكله صاحبي كيبان لي انه عندك تبارك الله يعني بزاف ديال اصحابك اللي تعاونوك وتشجعوك يعني في الفيديو اللي كدير وحتى في الكونتوني الحمد لله وغير هو بعض المرات ف كتبقى يعني كما تقولوا كتنز عليهم بزاف بدلو تاهم هذا كتبقى تشد فيهم بزاف دابا هو شوف كاين بعض المرات كيبقى يقول لي شي واحد كتشبر في صحابك بزاف ولكن ديك حنا دابا تينا مثلا انت انت بينك وبين شي صاحبك كتكون بعض الساعات شي ملاغه زايده شي ملاغه كتكون ملاغه صاحبك كتسمع مع شي ملاغه زايده غير هي ما كتبارطاجاش انا عندي ديك الجور اللي كنبارطاجي غير ديك الملاغه حيت بعض الساعات في شي مواقف راه كنكبر بصحابي بواحد الدرجه كبيره شي مواقف كيوقع شي ضحك شي ملاغه اللي غنتعدى على صاحبي بكل معنى الكلمه ما تعقلش عليه ما نعقلش عليه واخا صحابك ماشي مشكله ولكن واحد النهار لقيت واحد الفيديو ديالك ودابا كما تنقولوا غندوزوا واحد الليفل اخر ديال كما تنقولوا ديال الهضره في واحد الفيديو ديالك المجموعه ديال بزاف ديال الناس كانوا مجموعين كانوا حاضرين تياكلوا درتي واحد الفيديو اللي دار بوم وما يعني كانوا بزاف ديال الناس كان منه معبدو كان منه معبدو هذاك الفيديو هذا اللي شفتو يعني الناس دابا اللي متبعينا كيعرفوني اش كنهضر حيت انا ما نقدرش نقول وكانوا ناس مجموعين ومحترمين نقولوا لا 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 الحشومه نقدر ناخذ راحتي لا عندك يجيب لهم الله شي حاجه خايبه لا ماشي خايبه بزاف ماشي خايبه بزاف ولكن انت الكونتكست كيفاش قلتيها دابا تقدر تكون مريحه خالتك تقدر تكون مريحه عمتك تقدر تكون مريحه عائلتك وانت قلتيها بواحد الطريقه اللي واش ضحكك الفيديو ولا لا لا ما يمكنش بكيت كيفاش باش يصرى لك دابا ديك لا سبونتانيتي ديال دابا جيتك تقول لي واش كاين شي حاجه ولكن الناس اصاحبي راه الناس مجموعين كيفاش ما نعرف ما عرفتش لا هادشي اللي عطاه الخيمه انا كنت جالس مع ليا ما بيا دابا العائله مجموعين ومالين دار جمعتي كلشي في هذيك العائله دو واحد ولد صاحبي وكان معايا صاحبي مش عائلتك عائلت ولد صاحبي لا عائلتي ولد صاحبي مشكله هذا مشكله عائلتي كنت صاحبي انا كنت صاحبي كنت صاحبي كنت سالينا شحال هذه لا والله العزيز عليا ديك الولد صاحبي وعائلته الله يعمر سلعه وما قال لك والو من بعد كيفاش بدا كيضحك شحال عارف شكون هذا كان معايا عبدو كنقول له مرحبا بك الخاوة عبدو والمراه ديالو وليداتو ولا فامي كامله واصحابي كاملين مجموعين في لانيفرسير ديالي جات ديك العائله نهار لانيفرسير ديالي الوليده كتعمل واحد العشيه ومزيون حضروا عليه ديك الناس كلاو معانا مرحبا بهم كذا وقع الغلط وقع الغلط مرحبا ماشي غلط ماشي غلط هذا خاصك طرد ولكن كيف تقول سبونتاني انت لو فون ديك بيسور ما باغيش والله ما كنت قاصد جا فيديو مزيون حطيته في بعدا باش نشرحك واحد الحاجه هذاك فيديو تحط في لي ستوري الا دخلتي بروفيل ديالي ما كاينش شي بوست سي فري تهزم لي ستوري دار المغرب كامل ما يمكنش اقسم بالله تهزم لي ستوري حيت بروميامون دابا هو راه كيضحك ولكن راه ما كانوش الناس كيتوقعوا انك غادي دير ديك الرياكسيون الحمد لله الحمد لله الفكره طاحت هكاك في بلاصه ما سيغ بلاص الناس كيقولوا مرحبا بكم اخي مرحبا بك كنوري الناس زعما شكون معايا مرحبا بك الحبيب مرحبا بك الحبيب خرجت ديك الدراما اش نقول برافو عليك انا قدرت لهم واحد الجو اللي في شكل واحد الجو اللي زوين يلاه انت بدا حنا تعنا نمشيو دابا نديروا واحد الجو ديالنا بوحدنا من بعد ما نسمعوا كيفاش الاغنيه ديال قوي البنات قوي البنات كيفاش قوي البنات قوي البنات انا معاك وما كنتي قوي البنات امتى نفرحوا بك اسكتي ايوا كنا مزيان كنا غادي مزيان كنا غادي الخاوه ديالي كنا ناضي ولا دابا باش ما كيجيوكش ميساج تقول لك امتى غنجوج اكيد تيجيوك شويه كيجوني ميساج كيجوني انت باش كتجاوب انا ما كان ما عندي ما نجاوب حيت انا نهار اللي نتزوج راه نتزوج اما دابا ما كنفكر في والو دابا حاليا ما كاين والو حيت الانسان سيليباتير دراسي متاكد سيليباتير اقسم بالله متاكد انا والله العلي العظيم ربي اللي شاهد زعما والله ما شغل شي حاجه سيليباتير عازب
ضحكتي صح هادشي عينيك ما تقولوش داك الشيء اللي تقول والله العلي العظيم ما كنكذب اقسم بالله كنعرف الناس بيان سور كنعرف الفتيات بزاف كتعرف فيك زواني وعرفت اول واحد كيعترف زواني زعما نكون واضح اش كتقول انس والله الا زواني بالله اقسم بالله مشكله هذه والله الا تخوز زي في الدنيا زين وخا طنجة طنجة هيدا 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 ياك اي واش ندير وتزوج صاحبي ان شاء الله ان شاء الله اليوم جو بونس انه يعني هاد الفيديوهات اللي كدير يقدروا يكونوا انهم يكونوا واحد البدايه ديالك في التمثيل علاش لا انه يكونوا بعض الاعمال يعني نشوفوك ان شاء الله في التلفازه ونشوفوك في السينما ان شاء الله ما كتفكرش دير مثلا كاين واحد التوندونس واحد الموجه ديال الافلام القصيره اللي كاينين بزاف ما كتفكر دير شي فيلم بحال هكا ولا دير شي حاجه ديالك شي بروجي ديالك كنامن بواحد الحاجه اسمه بروجي بروجي خصو يكون كبير ووازن المكان زعما شي حاجه مضبوط مزيان ماشي قصيره صغيره شي حاجه تكون مزيانه حتى كبيره هذا بقى فيلم قصير كاين ولكن خصو يكون خدوم مزيان باش تكون بروجي مزيون وازن اللي نقدر نحط فيه راسي انا وانا فرحان نوري راسي نكون فرحان ماشي الناس ولا شي واحد راسي شوفوا انا وانا فرحان نقدر نقول لك احسن نقدر نشوفك من قدام يعني هاد لي بروجي تقدر تفكر فيهم ان شاء الله انا من كان قلت لك انا اول حاجه بديت فيها التمثيل كنت كيعجبني نمشي نبان في الكليب ونبان في ديك الشيء كان كيعجبني ديك الشيء بحق نختار الحاجه اللي وزنها حتى الا قلبتي غتجبر شي حاجه اسم كنبان معاه دونك نتسناو كما تنقولوا كل حاجه كتجيب لقيتها ان شاء الله الحمد لله وكنفاجئك ها نقدر نفاجئك لا مفاجئ تبارك الله شوف انا تيق فيك كما تنقولوا تيق فيك كما تنقولوا مليار في المئه وتبارك الله عليك انت انسان مقبول لانه اليوم يعني هذه بعد واحد الميساج بغيت نوصلوا غايز انفلونسور والناس اللي كيديروا اي اللي كيديروا لا كوميدي سورتو كيديروا فيديو ديال الضحك انك الا كنتي مقبول اوتوماتيكمون الناس فهم يعني كيتقبلوا الفيديوهات ديالك كيبارطاجيهم بلا ما دير حتى شي ايفور وكل شيء كيمشي بوحدو اللي باش تبقى امبوزي راسك فانا غادي تحاول غير انك تريح مع راسك وتقول يعني تحاول تلقى في كاين الخلل مي اهم حاجه هي لا سبونتانيتي وتبقى ديما سبونتاني شكرا لك بزاف انس وكنت فرحان بزاف حتى انا والله نقولوا للناس نقول للناس انهم يقدروا يشوفوا هذا لا فيديو دابا شويه سور لا شين اوفيسيال سور يوتيوب شكرا لايوب اللي كان حاضر معنا في الضغط وجد راه هو اهم حاجه في هادشي كامل والله شكرا لايوب اللي كان حاضر الواعر ديال الدنيا صافي فريمون بليزير تبارك الله عليك انس شكرا دونك رابيدمون رابيدمون غادي تشد التليفون ديالك ياك هاد التليفون ديالك غادي نمشيو دابا نديرو ستوري لايف تشالنج الوغ Je pense que... ستوري لايف تشالنج ندير دابا معاك واحد تشالنج انس وغادي نشوفوا انك واش تقدر دير واحد لو لايف يعني مابقاش الوقت بزاف مي دابا كتشوف قدامك بزاف ديال الكلمات دونك هاد الكلمات وشوف غديرهم غنديروا بواحد القضيه عرفتي داك لو فيت خليتي بين لك وجهك كبير وفمك صغير لا ما عنديش عندك في انستغرام سيغمون غادي يكون عندك فهمتي كان هاد الستوري كامل كامل كيبدل لك وجهك فوالا دونك عزيز فيت خلي بغيتي عزيز فيت خلي بغيتي الوغ عندك دابا مجموعه من الكلمات اللي نقدر نقولهم للناس هما اللي كيسمعونا الوغ عندك تران اقشور صوفيا خمسه كا موسي كلافي املو الحياه عفاكم خصك ديرهم في ستوري وحده ما خصكش تفكر بزاف انس شنو هذيك تران 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 اقشور صوفيا خمسه كا موسي كلافي املو الحياه عفاكم جمع هادشي كامل وغديرو في ستوري وتبارطاجي ومن بعد نشرحو للناس كيفاش مساعد انس مساعد صافي فكرتي بزاف الوغ مشيو ثلاثه جوج واحد جو عافاكم الاخوان راه صوفيا مشات ناقشور الله يرحم والديك وجبرت تما موسي ونسك لافي الله يرحم الوالدين نوصيو املو يعملوه في التران باش الحياه تكون مزيانه الله يرحم الوالدين باش نكمل خمسه كا في اقرب وقت لا انا راس الله يرحم الوالدين دغيا لا 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 برافو عليك انس برافو عليك برافو عليك ما ديما نسالك عندك اخويا كتسمع معليش معليش لي زانفيونسور سي صح الوغ انس تبارك الله عليك كما تقولوا جبتيها دغيا حاولت لا برافو عليك دونك صوفيا غادي مع الدران تلقى مع موسي كلافي غادي نشوفو دونك هذا تبارطاجات هذه نبارطاجها دابا خصك تبارطاجها دابا حيت ستوري لايف ستوري لايف تشالنج بالنسبه للناس ما فهموا والو من بعد الوغ غادي يقدروا يشوفوا هذا الستوري لايف تشالنج